الزر الأيسر بدون إطلاقه، ثم نكتب في هذه الخانة بالت جر. إذن بالت جر تكون مضغوطة، ثم نضغط على أروباس، ثم ندخل قيمة المقاس. إذن المقاس اللي راه عندنا هو مقاس 20 سنتيمتر فاصل 28.7. ثم نضغط على أوكي، ثم نذهب إلى موديفي، وإلى إشل السلم. تلاحظون أن ما نضغط شوا دي زوبجي على تعيين هذا المربع، ثم نضغط على اوكي. سبيسيفي لو بوين دو باس، اما في الوسط اما في الاخر، ثم يعين لنا الكتابه سبيسيفي لو فاكتور دو ليشال هو ريفيرونس. اذا السلم الذي نريد استعماله بالنسبه لهذا الرسم هو 1:50. اذا ناخذ قيمه المقام اللي هو 1:50، اذا 50 يكفي. إذن نلاحظ، عفوا، نضغط على الزوم، نفتح باليمين الفأرة ونضغط على الزوم إيتوندو، نلاحظ أن المقاس تم. إذن الذي نريد تشكيله هو إطار نضغط على ديكومبوزي، نذهب إلى موديفي ونحوس على ديكومبوز. إذن ديكومبوز، ثم شوا دي زوبجي، ثم نضغط على اوكي. إذن تحرر. نذهب إلى ديكالي، إذا نذهب إلى موديفي ونحوس على ديكالي. إذا قيمة التحويل هي 1 سنتيمتر تعادل 50 سنتيمتر، 1 سنتيمتر تعادل 50 سنتيمتر في الرسم. إذا نكتب 50 سنتيمتر، أعطينا هي معادلة 1 سنتيمتر، 1 2 3 4. أوكي، ثم نذهب إلى موديفاي نفس الطريقة ديكومبوز. إذا القيمة التي نحولها هي 5 سنتيمتر، إذا 5 × 25 تعطينا 250. إذا القيمة التي موديفي ديكالي تعطي
الصمت. ثم نقوم بنزع هذه الأطراف الزائدة. إذن موديفي ونروح للأجستي الأجستي ثم ننقر على أنتري. إذن تبقى المرحلة الأخيرة، نذهب إلى هندسة لين. المرحلة الأخيرة وهو وضع الرسم في الوسط. إذن تشكيل تقاطع محورين. ونضغط على ديبلاس ثم نعين كل الرسم بدون استثناء ثم نضغط على اوكي سبيسيفي لو بوان دو باز. اذا النقطة التي نحولها هي في الوسط. إذن اما الخطوط الباقية تنسح. تبقى
شكرا على إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.